بس شغال معاه وفي المنتخب والراجل وافق ان انت تبقى موجود معاه. اذا علاقه ممتازه. لا، علاقتي بكابتن فاروق ككوره اكتر من ممتازه. امال ايه؟ انا اللي ما بحبش فاروق في اعماله اللي هي بتاذي الناس، وعمره عمل لي حاجه وحشه. طب يبقى اذاك في ايه؟ ما انت عارف من انه بيذي الناس. لا طب ما انت عليك اشاعات كتيره كنا بنقولها في بدايه الحلقه. طب ما انا بستحمل اهو. هو بقى يستحمل ايه؟ بيذي الناس في ايه يعني؟ في كل، في الشغل، في الكوره، في إيه التدريب. ازاي الراجل ما بيذي؟ انا شخصيا اذاني مره واحده بس اللي هي؟ بس الحمد لله بتاع الزمالك دي. قلت له انت مرن. لما الاستاذ مرتضى جابنا احنا الاثنين. ما قعدتش يوم، قلت له انت مرن. جابكم تبقوا في الجهاز الفني يعني؟ ما كنا هنمسك المدير الفني انا، ولازم انا اختار الجهاز. فهو قال لي ناس انا عايز اشتغل مع صلاح وكلمني. قلت له لا، الفتره دي لا. يشتغل يعني هو مدير فني وانت مساعد؟ بص، اي مسمى. احنا قعدنا ساعه في القصه دي. المسمى رئيس جهاز ولا مدير فني؟ استاذ مرتضى قال له طب انت اختار. قلت له مش هيختار حاجه، هو يختار الاثنين. وحصل. فقلت له انا مش هشتغل معاه. هو اشتغل عادي، اشتغل 3 4 شهور ومشي. يعني هو مشاك من نادي الزمالك ساعتها؟ لا، ما يقدرش يمشيني، لان انا اصلا القرار عندي انا، انا اللي اختار الجهاز. كان حتى معانا الكابتن جمال حميد وكابتن عماد وكابتن عصام مرعي. وجي عليكم الكابتن فاروق؟ كان عايز يخش في الجهاز. انت رفضت؟ رفضت. طب هو اذاك في ايه بقى؟ انت اللي رفضت. ان انا ما كملتش. يعني هو فضل ورا المستشار لحد ما مشاك؟ لا، الفتره دي كنت انا هبقى مدير فني لوحدي. اللي هو بقى الفتره اللي كنت ممكن بنقول عليها لما قلت لحضرتك جات لي بس متاخر قوي. بس مؤقت. دي انا كنت هاخدها 2006 لوحدي. فلو هو دخل انا مش عايز اشتغل معاه فمشيت. مشيت. مين اللي جه مكانك؟ هو كمل. هو كمل مع بقيه الجهاز اللي موجود، مع نفس الجهاز. دي الاذى اللي اذاها لك، دي الشخصيه بتاعتي انا بس. طب يعني ما هي الاسباب؟ بلاش. لا بالعكس. لا لا لا، لا بالعكس والله. احنا لازم اسباب نعرف. كتير لا غير لازم نعرف. يعني اللي بره النادي. هقول لك على حاجه، كان هيبقى احسن مدرب في مصر لو كان اهتم. مين هو؟ فاروق. ايام ما كنا في البلديه والمصري ما كانش بيجي، وبيجي قبل التمرين بيوم. القصه دي كل الناس عارفاها يعني. ماشي. وهو انا بقول لك اللي سمح له رؤساء الانديه مش هو. لكن كانت عينه على الزمالك، وده حق من حقوق اللعيبه. ما زعلش في حاجه خالص دلوقتي يعني. برضه مفيش اذيه خالص، لكن بيأذي ناس تانية. ايه نوع الاذيه؟ هقول لك يعني مثلا. ايه؟ بيطلع يحلل حقه كويس، بينتقد زملاء. صعب ان يطلع واحد على الهواء يعيط او يبكي او يزعل يقول لك كفرو بيقول كذا كذا كذا. هو مش بيحلل، هو بيعمل حاجه؟ لا، ما انا بطلع ما يعني انا بعمل برنامج وبطلع انقد ناس، وناس بتهاجمني وناس بتشتمني وناس بتاع. هل دي اذيه يا كابتن؟ انا بمارس عملي. لا، هو الاذى يعني بمارس عملي. الاذى انت بص، احنا المفروض احنا كمدربين نخاف على بعض. ومال؟ يعني كل واحد في المهنه بتاعته يخاف. فانت تبقى مغلوب امبارح مثلا او متعادل او كسبان، بتطلع تتحلل لازم تلتمس العذر للمدرب. انت مش شايف اللعيبه. يا كابتن بتكلم جانب فني. ما هو جانب فني مش مرئي في التلفزيون. حيرتني. يعني انا النهارده بقول ان الكابتن محمد صلاح لعب 4 4 2 كان المفروض يلعب ب 3 5 2 كويس مثلا، او الكابتن محمد صلاح غير احمد شوبير. لكن مش هتيجي تقول صلاح مش عارف ده يغير ده واقف. ده مش اذيه. انا بالنسبه لي باخدها عيب في المهنه، بعيب في المهنه. وانا بقول لحضرتك ما قاليش انا يعني انت كذا كذا او اذاني انا في حاجه، اذى الناس كلها يعني. دي على فكره على فكره اذى ناس زمان كتير. ايه نوع الاذيه؟ كل في الملعب بقى وبره الملعب، وفي حاجات عملها انا ما حبيتهاش. انا من ضمن الناس اللي كنت قلت لهم اكتبوا ورقه فاروق جعفر ما يخش نادي الزمالك بعد ما هرب وراح امريكا. مش عارف حضرتك كان عندك كام سنه. زمان انت لعيب بقى. ما هو احنا القصه دي انا فاروق واحنا لعيبه بس. وبعدين اول تسعينات في البلديه واشتغلت اول تسعينات اشتغلنا مع بعض، بعدين خلاص انفصلنا. بس اكيد في حاجه معينه. لا بص مخليك، لان كل اللي بتقوله ده شغله. لا شغله انت لازم مثلا لما تيجي تقول انت رئيس جهاز لازم تجيب كل المرتبات للجهاز بتاعتك. ما بيجيبش هو لوحده. فدي خلتنا ننزل مره في الطريق. وبعديها عادل مأمور وغني سلطان، ناس كتير اللي كانوا بيشتغلوا مع عصام مرعي وبتاع وكده. دي من ضمن الاذى الشخصي، مش اذى يعني المتعمد. لا يعني مثلا انا بخاف على فلوسي وماليش دعوه بالجهاز. لا، فاتعلمت انا حاليا دلوقتي اتعلمت لازم الاول فلوس الجهاز وبعدين انا. دي حاجه من الحاجات. لكن في حاجات مش ممكن ابوح بيها. حصلت في نادي الزمالك. لا مش خاصه. في الكوره. في نادي الزمالك وحصلت مع اللعيبه وحصلت مع المدربين وحصلت خسرنا بطولات كتير او بتاع، كان هو ضمن الاسباب. حتى كان طلع شاع علي خليل ومش عارف يلعب له ايه. فاكر انت القصه دي؟ القصص دي كانت حقيقيه؟ حقيقيه. وياخد يقول لي مش هلعب لما اخد فلوس من الكابتن حلمي. يعني حقيقه انه ما كانش بيبص لعلي خليل؟ ايا كان بقى ده ذكاء. اصل خلي بالك من احسن اللعيبه اللي جت في نص الملعب كان فاروق. ده ذكاء. او يعرف ان علي خليل يعني بتعصب من ايه او بتنرفز من ايه.
وبعدين بيطلع يتكلم على مدربي حسن شحاته مش لا مش مفروض الكلام ده يحصل. انت شايف ان دي اخطاء ودي حاجه ترجع لي انا مش في حاجات خارجيه ما انت مش عايز تقولها. لا لا مش خارجيه، خارجيه في الملعب بتحصل في مع النادي مع اللعيبه مع المدربين. لا مش مع احترامي لوجهه نظرك، انا شايف كل اللي انت بتقوله ده امر طبيعي في الشغل بيحصل، واحد بينقد واحد بيحلل. بص الانتقاد والحاجات دي كانت ده متاخر قوي في التحليل لما كنا في 2000 وشويه ولا 2000 يعني قريب قوي. انا بتكلم قبل كده قبل كده يعني. انت لما بتقابل الكابتن فاروق في سلام بينك وبينه؟ طبعا بعد كل اللي انت بتقوله عليه ده عادي؟ مش عايز تسلم انا بسلم. هو ما ردش عليك هو الراجل الحقيقه؟ لا لا ما فيش يعني يطلع يكذبني ده ما بتقولش حاجه عشان يكذبها انت. احنا بقى لنا 10 دقايق بنتناقش ما قلتش حاجه. اسلوب فاروق جعفر في الكوره من نادي الزمالك لغايه ما خلص اذى نادي الزمالك والناس اللي بعديها. دي وجهه نظرك بس. دي وجهه نظرك. طيب يعني هسالك سؤال برضو دمه رزل شويه يعني طالما فتحنا هذا الملف، يعني انت بتعلق فشلك على كابتن فاروق جعفر وعلى غيره من الناس خاصة فاروق جعفر والراجل ما تأخرش عنك، خدك معاه في نادي المحلة وخدك معاه في البلدية وخدك معاه في المصري ورشحك تبقى موجود معاه في منتخب مصر انك لم تنجح كمدرب، فبتعلق فشلك على فاروق جعفر؟ أكر واعترف يعني؟ لا ما حصلش طبعا. ما ايه اللي ما حصلش؟ انه ما خدكش معاه؟ وانا ما فشلتش. هو ما خدش معايا، خدني معاه ليه؟ عشان انا هشيله. يعني انا مش مدرب كويس مش هاخدني معاه. ايوه كويس بس مجرد ان الراجل يرشحك تحسب له طبعا. طبعا طبعا تحسب له في البلديه وفي المحل وفي المصري. لكن مش هعلق انا فشلي عليه هو، لان انا فشلتش الحمد لله. ما فشلتش. انا اشتغلت اكتر منه، انجزت اكتر منه في الكوره، بتكلم في الكوره. اشمعنى فاروق جعفر؟ يعني ليه مش حاطط حسن شحاته مثلا؟ يا ريت حسن شحاته كان عمل حاجه وحشه لنادي الزمالك. كنا قلنا عليها. ما عملش حاجه. بالعكس كان بيسافر وكان يقول لكابتن حلمي تعالى العب وبتاع، كان يجي في نفس اليوم يلعب. ده الكابتن حلمي كان يقول للكابتن حسن؟ حسن جه من شاف انه كان مخلص جدا. الكابتن حسن؟ طبعا طبعا.